اكتب لي مذكره بالكلام ده حالا. ايوه دلوقتي هتقال على مكتبي، مش هروح غير لما اقراها. ايه يا زكريا، ايه اللي جابك؟ ارفع بيه. انا ليه عند سيادتك طلب؟ اؤمر. انا عايز ادخل رابعه. رابعه ايه يا زكريا؟ ارجوك، ده طلب شخصي، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل جوه. بقول لوزير الداخليه ولكل وزاره الداخليه، اتكسرتوا قبل كده في 28 يناير ولا نسيتوا؟ امن الدوله، اوعوا تتخيلوا ان انتوا هتخرجوا براها، اوعوا تتخيلوا ان هيضحك علينا زي ما ضحك علينا المره اللي فاتت. عينينا في وسط راسنا يا رجاله، احنا مش عارفين مين معانا ومين علينا. دبه النمله يكون عندي علم بيها، مفهوم؟ مفهوم يا ريس. المداخل والمخارج مهمه جدا، لازم نبقى صاحيين. كله متامن، كله متامن، ما تقلقش يا ريس. بعدين لما اقول الكلمه تتسمع من اول مره. مكتوش اهو، مين اللي فيهم مدير امن الاعتصام؟ لن يفكر اي محاوله من محاولات اثنين قصب يا ابني. هذه الثوره خطا ان نقول انتصار، هذه الثوره. طيب ايه؟ نسحبه بره ونتعامل؟ والمنظر اللي احنا شايفينه ده صعب. وبعدين خليه عشان نجيب لها بقيه الناس اللي معانا. تعالي احنا كده خلاص في المداخل هنا. ايه، نطلع المستشفى؟ الشنطة دي فيها 200,000، عايزين نوزعهم على الإخوة في الاعتصام. سيبهم لي، هوزعهم أنا بطريقتي. تدريبات الإخوة ماشية كويس؟ آه كله تمام، ما تقلقش يا دكتور. بلغني إنك بتشكك فيما عقدنا عليه العزم. لا معاذ الله، أنا مش قصدي أشكك يا دكتور. أنا عارف إن الجهاد المسلح هو اللي هيعرف أعوال الانقلاب نتيجة عمايلهم. كل اللي أقصده يعني إن المواضيع تبقى مدروسة ومترتبة عشان نضمن أعظم النتائج. يبقى توكلنا على الله. الدكتور ياسر هو اللي هيبقى يقول لك كل الاوامر، وعايزك تبدا الحشد بكامل طاقتك. لازم يكون عندنا جيش في اقرب وقت. اكيد اكيد يا دكتور، بس طبعا انت عارف ده هيحتاج فلوس اكتر. دي اخر حاجه تشيل همها. التحويلات مستمره والميزانيه مفتوحه، وكل اللي عايزينه هيبعته لنا. المهم يبقى عندنا جيش متسلح وجاهز. ولو الدكتور مرسي ما رجعش، مش بس اعوان الانقلاب هم اللي هيدفعوا الثمن، لا، البلد كلها من كبيرها لصغيرها هيدفعوا تمن اللي حصل. ان شاء الله ان شاء الله خير. استاذنك يا دكتور. اتفضل. عايزين نشوف الناس العاديه معاها سلاح ولا على قد في المستشفى. طب ما تيجي نبص على الخيمه. تيجي كل واحد يسرح في حته ونتجمع كمان نص ساعه. ماشي، لو حصل حاجه هبعت لك. ماشي. تعال يا حاج، تعال. تعال نوصلك. السلام عليكم. اتفضل يا اخي، اتفضل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. أم عادل، أم عادل، قوم روح أنت، أنا أكمل معاه. لا روح فين؟ قاعد مستنى أبوك. أنا بفكر أخليه يكمل الليلة هنا. يا أخي ما أنتش عارفه، هو ما بيحبش ينام في المستشفيات. وبعدين إحنا عاوزين نشوف إذا كان صاحي ولا نايم. أنا أصلي جايب له الكتاب بتاع صلاح جايين ده، هو بيحب يقراه قوي أو يتسلى فيه. نشوفه بس الأول صاحي ولا لأ. أنا لسه جاي من عنده، لقيته نايم شوية كده. أول ما يصحى من النوم دخله الكتاب. ربنا يخليكم لبعض. يا رب.
تفتكر يا عم عادل لما اكبر انا وزكريا ونبقى في سنكم كده هنفضل صحاب زيكم؟ اه طبعا هتفضلوا صحاب. بعد كده البلاف الساعد ايه نكبر زيكم كده وبتاع. ماشي. قول لي الاول عامل ايه مع عليا؟ مع عليا يبقى الحال كما هو عليه. اه انا برضو لاحظت كده. مش عاوز تقولها انت بحبها؟ ببص يا عم عادل انا بالنسبه لي اتعامل مع تكفيريين اقتحم مكان احارب انما اقول لها بحبك دي ما اقدرش. دي محتاجه فرقه مش اقل من فرقه مكافحه ارهاب. عاوز راي اخوك الكبير؟ اللي انت عملته ده صح صح. اخويا الكبير؟ الله ما انت عمال تقول لي قدك ومش قدك والحاجات دي. الله فرقها كام سنه يعني؟ سنه ضوئيه. ايه؟ قول يا بيه قول. انا رايي ان انت ما تقولش لابوك هيقول لك حب وانبسط. العمر بيضيع منك وفجأة تلاقي نفسك كبرت وبتقول الله أنا كبرت كده إزاي؟ أستاذ رفاعي صاحبي بيسأل عليكم. طب يلا يلا شوف. اللي بيحصل جوه يا شيخ؟ بسكو ظابط. عز الله يعافيك فيك. متأكد ان هو ظابط؟ بس كبير ده هو ظابط. ما كلمتش ليه لما ناخده؟ بس افتكرتني انت. انا افتكرت انت. امال مين ده؟ ظابط. بس مش هنخرج غير بيه. متأكد انه ظابط؟ شباب شكوا فيه. لما زعقوا له قال لهم انا ظابط مهدد. يبقى لازم يكون عبره لكل ظباط الشرطه. عشان محدش يتجرأ ويدخل هنا تاني. اروح انا اخلص الموضوع. لا استنى انا جاي معاك. انا اكتر واحد يعرفهم كويس واعرف اتعامل معاهم. فين انت بس حد يصور. يلا. انتوا عايزين مننا يا اخي؟ حرام عليكم. الراجل ده لازم يتعدم العافيه. والله ده قتله حلال. مش هتوصل لقتل. احنا ناخده نصوره فيديو يقول دخل الاعتصام يعمل ايه؟ تعالى. رايحين على فين؟ هنصوره فيديو يقول دخل الاعتصام يعمل ايه؟ لما اعمل تحية معاه الاول. انت يالا داخل الاعتصام تعمل ايه ومين اللي بعتك انت؟ انا رايي بلاش ضرب وننضف الدم بدل ما الناس تعاطف معاه. انت مين بقى ان شاء الله؟ اسكوا. اتنين ظباط في منطقه المنوفيه ومعاهم سلاح وخاربين الدنيا. اتنين ظباط في منطقه المنوفيه مسكناهم معاهم سلاح وخاربين الدنيا. محتاجينك هناك. خليك انت هنا عقبال ما اشوف التانيين دول. وانت تعالى معايا. وانت يا اخوانا يلا كل واحد على حاله. كل واحد يروح مكان. احنا هنكمل احنا الموضوع. امشي امشي. وانت يا شيخنا اتفضل دلوقتي احنا هنكمل معاك. حاضر. يلا بسرعه قبل ما يجي. انا هاجي معاك. يلا. تحب اساعدك يا استاذ؟ تسلم يا استاذ خليك مطرحك. وانت هترجع تقول لهم ايه؟ ما تقلقوش هو واثق فيا. هقول له اي حاجه هتصرف. هما مين الاثنين اللي اتمسكوا دول؟ دول عيالين مسلحين تبع محمد كمال. عرفت موضوعهم كده من يومين. على بال ما يبان ان هما مش ظباط ويبان لهم صاحب يكون عدى يومين. جدع سامي اشوفك على خير.